بقول لك يا نوال، انا عايز عنوان بشندي ضروري. بشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بيننا، ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا طيور، ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه، ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده، انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال، مالك ياض يا وش؟ بتنتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك ياه. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ أنا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفال اول؟ يلا قلت لك هيقطعها. امراه فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ انا طريها اهو. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة فلا. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. سلام. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده أنت؟ روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا هتتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكاية. يا تيمور في ايه؟ ما تخلينيش من الشارع ده، انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام.